أنا دكتورة غادة خليل، أنا مدير مشروع رواد 2030 في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. الحقيقة مشروع رواد 2030 هو مشروع تم إنشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشركات. والحقيقة يعني من هذا المنطلق مشاركتنا النهاردة مشاركة رئيسية وهامة جدا، لأنه يعني إحنا مبادرة شبابية ومشروع يخدم الشباب وبيساعدهم إزاي يخلقوا فرص عمل لنفسهم وإزاي يبقوا مش مستنيين في طابور العمالة، وخاصة في ما يتعلق بالتوظيف في الحكومة. احنا بنشتغل على محاور عديدة، منها محور تعليمي ومنها محور توعوي ومنها محور لدعم حاضنات الأعمال ومسارعات الأعمال في مصر. فمشاركتنا النهاردة زي ما قلت لحضراتكم مشاركة مهمة جدا، خاصة وإنه كارير سمت يعني بقى سنة بعد سنة بيضم عدد كبير من الشباب، والشباب مهتمة لأنه هو بيساعدهم على التشغيل وعلى تجهيز نفسهم للعمل في أي وقت. الجاهزية دي على فكرة شيء مهم جدا ويجب جميعا ان احنا ندعم. احنا النهارده طبعا احنا وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه اطلقت من وقت قريب جدا حمله اسمها حمله المليون ريادي. حمله المليون ريادي بتستهدف ان احنا نوصل فكره رياده الاعمال لمليون شاب في مصر، ونخرج منهم طبعا بالنسبه المعترف بيها دوليا 5%، يعني من المليون نطلع 50,000 شركة نشأة جديدة في مصر تضيف للاقتصاد وتنوع مصادر الدخل وتكون سبيل لإيجاد فرص عمل جديدة وتشغيل الشباب بشكل عام. طبعا مليون ريادي يعني هي حملة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احنا بنستهدف مليون شاب وده عدد مش قليل خالص. تم تصميمها عن طريق خبراء ومتخصصين في مجال ريادة الأعمال، وبنتمنى إن شاء الله إنه هذه الحملة ترافق قبول الشباب، وخاصة إن هي بتساعدهم على كل الأشياء اللي هم قد يكونوا محتاجينها عشان يطوروا مهاراتهم، خاصة لو عندهم فكرة مشروع محتاجين يطوروه ومحتاجين يبدأوا. طبعا هو الانضمام لرواد 2030 يعني فقط بانه يعني نتواصل مع رواد 2030 سواء على السوشيال ميديا او على بالايميل info@rwad2030.com. وبالنسبه لحمله المليون ريادي طبعا في تسجيل لهذه الحمله تقريبا في كل مكان، عندنا النهارده عدد كبير من الشاشات وعندنا عدد كبير من الزملاء اللي بيساعدوا الشباب ان هم يسجلوا على الحمله، والحمله متاحه طبعا اونلاين، لان هذه الحمله يهمني اقول لحضرتك ان هي كلها متاحه اونلاين. وهذه الحمله يعني زي ما قلت لحضرتك بتساعد الشباب في كل ما يتعلق بتطوير فكره في دماغهم لحد ما هذه الفكره تبقى حقيقه على الارض وواقع يقدروا يستفادوا منها. طبعا هي حمله المليون ريادي مقسمه لثلاث مراحل. المرحله الاولى هي اللي تم اطلاقها حاليا، هي مرحله مفتوحه لكل الناس بدايه من المرحله الثانيه اللي سوف تطلق يعني في غضون ايام قليله. المرحله دي هيكون معاها كارت مليون ريادي، هذا الكارت يعني هيكون فيه مساعدات كتيره جدا لرواد الاعمال وتسهيلات كتيره جدا فيما يتعلق بالتمويل، يعني كل الجزء اللي محتاجينه عشان يعملوا ماركتنج لشغلهم باستخدام السوشيال ميديا واستخدام الانترنت عشان يقدروا يطوروا هذه الشركات اللي عندهم او افكارهم. ففي خدمات كتيره جدا بتقدم استشاريه و خدمات تسويقية وخدمات مالية يعني بداية من المرحلة التانية.